كدنا في كثير من المرات أنه منتخب متماسك، منتخب لبس به، فرحنا في الكأس العربية. لكن نكون معك مباشر أنه الكثير برا لما نتكلم مع الناس يقول لك أتنسيون، راكو تكلموا على المنتخب اللي فاز بكأس العرب، هذاك المنتخب كان فيه مبولحي في حراسة المرمى اللي موش موجود، بالعمري، بنجاح، بالليلي، والهدف اللي سجلوا أمام المغرب هدف أسطوري، كان فيه سعيود اللي الآن يلعب في بطولة أخرى، في بطولة في العربية السعودية، فيه مزياني أيضا، كل هذه الأسماء يعني لوساتير تاع المنتخب الذي فاز بكأس العرب لا علاقة له بالمنتخب الذي سنشاهده بداية من يوم 13 جانفي في ملعب الراقي. يعني أن المنتخب هذا مختلف تماما، حتى عمورة اللي انطلق مع هذا المنتخب وسجل ثلاثية في وهران غير موجود الآن. الآن احترف الكثير من اللاعبين احترفوا. هل تعتقد بأنه رغم كل هذا يمكن أن نطمح إلى أن هذا المنتخب يذهب بعيدا؟ طبعا نتمنوا له يذهب بعيد في هذه الشان هذه، لأن علاش؟ باسكو سيرتان بي أفريكا، باش ما نكونوش ما نغلطوش الناس، سيرتان بي أفريكا لي جون ديالهم ما سيطاج لا راهم يلعبوا سينيور في ليكيب أ. صح. لا ماجوريتي هم يلعبوا سينيور في ليكيب أ، حنايا من هادو ما كانش واحد يلعب في ليكيب أ. تحس بلي كومام ما كاش ما عدا ميريزاك الذي استدعي ولا يلعب ما ميريزاك ما كاش تاع واحد نسقيو له في المنام برك في المنام نسقيو له يجي ما زق ما راحش ميم با قالوا له باك مسكين طمعوه باك كيما نقولوا لا كان في المجموعه ايه كان في المجموعه في المجموعه في المجموعه قاع احتياطي نعم الدنيا لا مجموعه ما لعبش المجموعه معمره في المجموعه معمره كاين مام اللي راح لعب زوج دقائق وكاين اللي خمس كاين هذوك ما تسميهمش راح ليكيب ناسيونال نهضر مع اللي لعب في ليكيب ناسيونال دونك لي زيكيب ادفيرس ما ينجموش يكونوا قويين المهم هما كاع راهم يلعبوا نورمالمون بلي جوار كاع في لي لوكو تاعهم باسكو لي ميور في لو ميم ماج داوهم ليكيب ولا ممكن كاين اللي يروحوا هم راحوا بروفيسيونيل يروحوا للخارج دونك هذا هو مستوى هذا حنا هنا واش يهم هنا ديجا اون فا فوار لو نيفو à travers ces joueurs on va voir déjà le niveau à le championnat حنا نعرفوه الشامبيونات ما يبرودوزي والو برك certains joueurs نتمنى انا نتمنى في هذا الفريق هذا نتمنى له يروح بعيد وربما يخرج ان جوار دو جوار ممكن ملاح لي ان شاء الله ممكن يكونوا يروحوا للفريق الوطني هذه 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 الحاجه اللي نجمو نتمنوها غياب بعض العناصر اللي برزت في الكاس العربيه اللي كما قلنا بالليلي بنجاح يعني يخلي بانه ما نقدروش نقارنوا هذاك المنتخب بهذا المنتخب ما تنجمش تقارن منتخب خلاص هذا كيف بلون بارلي هذاك داك كوبارا بيعطيهم الصحه وتحبس تم هذا فريق واحد اخر لا غير لي لوكو ما ما ما, ما شاركوش كاع في هذيك الكومبيتيسيون هذيك دونك لا سول شوز سي اون فايسي دو فوار سي قلت لك نصيبوا لا ممكن لعب اثنين ثلاثه جون سي متفائل بالذهاب بعيدا مع المنتخب بالنظر للنتائج تاع لانه حتى المنتخبات الافريقيه علي بن شيخ ليست بالمنتخبات القويه التي بامكانها انها تقف في وجه الجزائر بدليل انه المباريات الوديه تقريبا كلها فزنا بها. ايه على كل حال انتم تحبوا اللي ماتش اميكو ربحنا حتى الطاليان قالنا انفانسيبل ويليمينيم كوب دي موند وحتى ليكيب ا ديالكم اليميني غاناتيك وكانت ما خسرتش ما نعرف شحال ماشي هذا هو المهم. المهم اسكو ليكيب تاع بوغرا الي بريت سور لو بلون فيزيك تاكتيك اي مونتال بور افرونتي لي زيكيب هادو افريكان انت تقول لي زيكيب ممكن هما كان ماهمش قويين راني داكور معاك هنايا ولكن نعرفوا لي زافريكان بارفوا يخرجوا لك في حاجه تخرج لك حاجه اخرى ولهذا انايا نتمنى يروحوا لو بلو لوان بوسيبل بوركوا با يديوها Je serais très content pour les joueurs et pour Bougra et son staff. Les amis, ils travaillent tranquillement, عاقلين, خدمه tranquille, ما تبانش, ما كاش تقلاله بزاف, ولو داروا له بزاف المشاكل. شوف لو موند كومون يمارش. Bougra داروا له بزاف دي زوبستاكل. صح. صح, سكت, ما هدرش. Je suis sûr qu'après Chan يهدر. انا je suis, نعرف un joueur كيفاش يحس, un ancien joueur كيفاش يحس, certain. Mais, او يخدم بهدوء او يخدم او يافونسي تنقل كثير من الملاعب بزاف حوايج يحب يلعب في هذا الملعب يقولوا له لا لا لاكاف قالت وهي الكذب في الكذب ومن منا ما يهبلوا فيه ولكن هو يخدم وصابر ان شاء الله ربي
يقدروا في هذه الخدمه هذه. وان شاء الله قلت لك ليكيب هذه ان شاء الله تشرفنا ونشوفوا ممكن بوتيتر كاش ما نصيبوا كاش لعاب مليح. نعم ان شاء الله ليكيب.